طيب نبص على الليلة اللي بعد كده. 966، ده 16 سبتمبر 2013. قلت في حوار في نجوم اف ام توفيق عكاشة انه مختل، فاكر؟ لا مش فاكر. لا ازاي؟ اصلا بيضحكني اصلا والله العظيم بيضحكني جدا، بس يعني صعب ان انا اغلط في حد. يعني انت ما قلتش كده؟ يعني صعب اغلط في حد، بس هو يعني طبعا كان بيقول حاجات ساعات بتناقض بعضيها وساعات، بس كان بيجيب معايا ضحك يعني اللي بلاقي. يعني طب ما تيجي نشوف الفيديو ده اللي فيه عكاشة بيناقض نفسه جدا في الكلام، بس فعلا في حاجات كان بيقولها حصلت بتلقائيه كده، بطيبه، تحس ان امه ضعياله يعني ان هو قالها وصدقت. بس في حاجات تانية كان بيغلط فيها، يعني يطلع يشكر في مبارك جدا وبعد اسبوع بيشتم فيه جدا، فبرضه مختل. يعني مش مختل هو كشخص، يعني طريقه السياق للحاجات اللي بيحكيها يعني ساعات مختل فعلا ليها معنى. بيشكر مختل جداً. ليها معنى تاني. انت تراجعت لما انت شفت نفسك على الفيديو؟ لا ما بتراجعش، بشرح لك. انا مش انت جريء وبتقول انا بقول وما بخافش من حد؟ اجرأ منك طبعا. انت جريء وما بتخافش من حد والكلام ده. سيبيني اشرح. اتفضل اشرح. انت مش مختل ده يا سمر؟ يعني ان هو بيقول ساعات كلام وبيناقض نفسه. يعني فعلا كان في فتره قد ايه مبارك ده رائع وجامد جدا وبتاع، وبعد اول ما قامت الثوره وبتاع بدا يشتم فيه وقد ايه هو فاسد وبتاع. هنا بيحصل خلل في السياق الحديث. طب انت ليه متعصب دلوقتي بقى؟ عايز انت شفت عصبيه دي؟ لو شفت عصبيه هتقوم من الكرسي ده. لا انا هشوف عصبيه ليه؟ مش ده كلامك. طب انا بشرح لك. ايوه عشان انت قلت لي في الاول. لا انا ما قلتش، عرضت لك الفيديو وطلعت قلت. طب نسقف لك يعني ولا نعمل ايه؟ لا انا اللي هسقف لك ان انت دلوقتي اعترفت. لا ما اعترفتش بعد ما انا جبته لك على الشاشه. طبعا ما انا بشرح لك انا بتكلم ايه في سياق الحديث بتاعي.